الدنيا. طيب نروح النهارده لواحد صاحب انجاز وصل النهارده للمباراه المية قاريا، كابتن شريف اكرامي، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، نجوم بيراميدز الحالين ونجم مصر. كابتن شريف مساء الخير. مساء الفل حبيبي يا سيف، ازيك؟ اخبارك ايه؟ والف مبروك النهارده، والف مبروك على دخول نادي المية. حبيبي الله يبارك فيك، وحاجه تسعدني وتشرفني واشكرك الف شكر. اداء النهارده الحقيقه جيد، ويعني كل الناس قعدوا يقولوا مين اللي هيبتدي، ولكن شريف واضح ان هو محافظ على فورمته، محافظ على مكانه، ده شيء الحقيقه يحسب لك. والله يعني الحمد لله انا بشتغل من اول يوم ليا دخلت نادي بيراميدز، وحته اللعب وعدم اللعب ده قرار المدير الفني، وانا محترف وعارف حدودي كويس، انا ما عنديش غير الملعب. وبنسمع كلام كتير بس في الاخر يعني احنا اتعودنا بس ان احنا نركز في شغلنا، وفي الاخر يعني انت بتتعب وبتجتهد وبتسيب حريه الاختيار للمدير الفني في اختيار الاصلح للمكان يعني، وايا كان سواء القرار ده ايه، احنا كلنا عايزين المكان يظهر بشكل كويس ايا كان مين اللي موجود في الجون يعني. يعني النهارده شريف اكرامي اكتر حارس لعب مع الانديه المصريه افريقيا، وده رقم بيعدي عصام الحضري، اكيد رقم بيخش في حساباتك، لان انا عارف ان انت في حياتك كلها ملك الارقام. لا والله مش قوي، بس يعني انا السنه اللي فاتت لما ابتدى تنزل اخبار بخصوص الموضوع ده، عرفت ان انا فاضل حوالي 10 ماتشات او 12 ماتش عشان اوصل لاعلى رقم وصل له عصام الحضري، كان 98 مباراه. وصلت له في البدايه في مباراه على الزمالك، في كانت المباراه ال 99، بس ما كانش هيبقى ليها اي معنى لو ما كناش تاهلنا، لان في الاخر تاريخ بتفتخر بيه وتبقى سعيد بيه جدا، انما في الاخر لو ما حصلش تاهل انت بالنسبه لك المناسبه دي هتفقد طعمها يعني. فانا يعني سعيد جدا ان انا وصلت للرقم، وسعيد يعني قبلها ان احنا قدرنا ان احنا نتاهل الحمد لله يعني. بيراميدز السنه اللي فاتت ما كانش في افضل حالاته، كان غير موفق، كل الناس السنه دي قالت ممكن شريف يبتدي، ممكن المهدي يبتدي، كنت خايف ان انت ما تبتديش الموسم ويبقى الامور تتغير معاك؟ لا لا خالص يعني، ما انا زي ما قلت لك سيف، انا ما يعني ما بلتفتش للحاجات اللي مش موضوعيه يعني، يعني حته ان شريف هيلعب شريف مش هيلعب، انا مش صغير خالص على المواضيع دي، وانا لما بختار مكان ما بختارش المكان ان انا هروح وهلعب وغير كده مش هبقى مبسوط، لا انا اخترت بيراميدز عن قناعه تامه كمكان هيتاح لي الفرصه ان انا ممكن اشارك بشكل اكبر من تواجدي في بيتي في النادي الاهلي بفتره اخر 10 سنين قدوم. فكان بالنسبه لي حسيت ان ممكن يبقى ليا فرصه، وحسيت ان الناس عندها رغبه ان انا اكون موجود، فقلت يبقى هو ده مكان مناسب، والنادي عنده امكانيات تنافسيه وعنده يعني رغبه دايما على المكسب، ونادي كبير ما حدش يقدر ينكر ده. فالحمد لله رحت واشتغلت في اول من اول يوم، ما اعتمدتش على ان انا فلان الفلاني او جاي من النادي الفلاني، اشتغلت زي اصغر لعيب موجود، وفي الاخر المدرب شايف ان انا الاختيار الانسب بالنسبه له، مع كل الاحترام لاحمد شناوي والمهدي، اثنين زملاء اعزاء جدا. والموسم اللي فات يمكن النتائج ما كانتش على المستوى، انما بالنسبه لي انا كشريف يمكن حصل كام خطا تركز عليهم الضوء، بس انا في المجمل الحمد لله كنت عامل موسم جيد جدا جدا، بس ورميته ورا ظهري، ما بنيتش عليه ان انا لازم العب السنه دي، انا جيت واشتغلت مع كابتن ايهاب في فتره الاعداد، وكده كده انا زي ما قلت لك انا محترف وعارف حدودي، وجه لي اختيار فبدات الموسم وبلعب يعني من غير ضغوط، وبستمتع على قد ما اقدر لان انا سعيد في بيراميدز، وبحاول ان انا اجتهد واقوم بدوري في الملعب، سواء لو كنت موجود في الملعب لو مش موجود احاول ان انا اساعد الفريق، لان الاهم هو نجاح المكان، لان لو المكان غير ناجح لا اللي بيلعب في الملعب هيستفيد ولا صح. اللي ما بيلعبش هيستفيد، ده مبدئي يعني. صح. ساعات يا شريف يعني ما فيش اتنين يختلفوا ان شريف اكرامي حارس مرمى كبير، وما فيش اتنين يختلفوا ان شريف اكرامي دماغه مترتبه، يعني عارف يفصل وقادر يخرج بره الملعب، وقادر جوه الملعب ازاي يفصل، وقادر يأدي باداء ثابت ودايما فورمه، ودايما محضر نفسه بشكل كبير. الناس دايما السنه اللي فاتت كانت بتاخد عليك ان احيانا في لقطات من المباراه بتبقى فيه اخطاء سهله، ناس ساعات بتقول ان ده ممكن يكون تركيز شريف بره الملعب، ممكن يكون ضغط، ده ممكن يكون ايه؟ لا ده ممكن يكون يعني تسليط الضوء بشكل مبالغ فيه على الاخطاء، لان مفيش حد كبير على الاخطاء،
مهما كان هو حارس عنده خبره، واعتقد ان السنه اللي فاتت كانت اكبر دليل ان مفيش اي جول مهما كان مصنف معصوم ان هو يخطا، ويخطا اخطاء ممكن تبان للناس انها سهله جدا. بس هو الفكره انت بتسلط الضوء على ايه وما بتسلطش الضوء على ايه. يعني يمكن لو كان في ماتشات كبيره انا عملت ماتشات كويسه جدا جدا جدا، صح دي حقيقه، صح. احنا يعني برضو حته ان ما فيش جمهور او مفيش حد بيهتم بنتائج النادي غير الانديه الجماهيريه، دي بتاثر بشكل كبير جدا. زائد طبعا ان لما بيحصل اخطاء، وانت عارف طبعا ان الاجواء السنه اللي فاتت كانت مشحونه جدا وكان في تربص لبعض اللاعبين، فلما بتحصل اخطاء بتاخد حجم كبير جدا، بيتفضل للناس ان الموسم غير ناجح. انما في الاخر انا بالنسبه لي المباراه الكويسه زي المباراه الوحشه بخلصها برميها ورا ظهري، فكر في المباراه اللي بعديها، لان انت قدرك كلاعب كوره وخصوصا لو كنت حارس مرمى لا بتفرح قوي ولا بتزعل قوي، لان الكوره هو اليوم اللي انت عايشه، لا بتفرح بصدق وتبني عليها وتبقى عايش الماتش اللي بعديه على يعني توابع المباراه الجيده، ولا في نفس الوقت بتتاثر جدا بالخطا اللي عملته فبالتالي تبقى نازل الماتش اللي بعديه مهزوز. هو ده لازم كل حراس مرمى يعرفوا الكلام ده، ان الكوره هي اليوم اللي انت عايشه، والمباراه هي يعني كل كوره بكورتها، بس لا بتفرح قوي ولا بتزعل قوي، فاللي هيمشي بالطريقه دي صدقني هيستريح. يعني تقييم حراسه المرمى في مصر وشريف اكرامي وجوده في المنتخب، هل انت صاحب نظريه الباب مفتوح، ولا صاحب نظريه كانت مرحله وصعبه عدت، ولا صاحب انهي نظريه؟ لا، اللي بيحدد النظريه هو الجهاز الفني للمنتخب والمدير الفني مش اللعيب. وانا مش من نوعيه اللعيبه اللي بطلع وبضغط او بطلع بنتقد او بطلع بقول انا لازم ابقى موجود. انا ما بحبش الطريقه دي اصلا، وشايف ان احنا لازم اللعيبه يبقى عندها ثقافه ان انت يعني شغلك هو اللي بيفرض نفسه، مش ان انت تطلع تتكلم في الميديا. يمكن احنا عندنا في مصر الدنيا واخد بس اتجاه شويه ان الكلام الكتير في الميديا بيعمل دوشه. وانما انا كل الاحترام لاي جهاز فني يمسك منتخب مصر، لان هو المسؤول مسؤوليه تامه عن اختيارات اللعيبه وشايف مين الاصلح. لو الجهاز الفني شايف ان هو محتاج يكون في لعيبه عندها خبرات بحيث ان هم ينافسوا في المكان، يبقى دي وجهه نظر محترمه وتحترم. لو شايفين ان هم محتاجين اجيال جديده ويبنوا اجيال ويجوا حراس دوليه جديده، برضو كل الاحترام، لان في الاخر لازم ندي للناس المساحه ونديهم الدعم الفني والدعم الاعلامي، بحيث ان الناس تقدر، الناس دي بتمثل منتخب مصر، فطبيعي ان هم لازم ياخدوا الدعم مننا، لان هم اللي هيتحاسبوا في الاخر. فمش صح ان احنا نصدر لهم مشاكل او نصدر لهم توجيهات معينه. انا بحترمهم جدا وبحترم اختياراتهم، واتمنى لهم يا رب كل التوفيق ايا كان اختياراتهم، سواء انا كنت موجود او ما كنتش موجود، كل الدعم والاحترام ليهم. يعني من السهل ان شريف اكرامي يتدرب تحت ايد عصام الحضري، ولا دي ممكن تكون امور صعبه؟ لا، انا بستغرب جدا جدا بصراحه من التساؤلات اللي بالشكل ده، لان يعني عصام الحضري اللاعب غير كابتن عصام الحضري المدرب، دي مرحله وانتهت. وانا عارف كويس جدا ان يعني عصام بقى حفظ الالقاب، وهو كان عنده هدف وطموح ان هو يمسك المكان ده، ومفيش اي حد حريص ان على نجاح المكان ده قده هو. فما اعتقدش ان التنافس القديم اللي كان موجود ما بين الحراس وبعض دي مجال في تفكيره دلوقتي. هو عايز الحارس اللي يلعب او المكان ده يظهر باحسن صوره ويبقى مكان مستقر ومكان مؤثر في نتائج المنتخب، فاعتقد ان هو هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلي المكان ده بشكل ناجح، لان ده هيحسب له قبل ما يتحسب للحارس اللي بيلعب. فانا متاكد يعني بلا اي مجال للشك ان هو بيفكر بالشكل ده، هو بيفكر بالشكل ده 100%. وما اعتقدش ان التساؤلات اللي من نوعيه، انا عارف طبعا انا مش بقول لك الكلام ده، انا بتكلم للجمهور عامه وللاعلام الرياضي بشكل خاص، يعني ان شخصنه الامور مش هتبقى في صالح في اي طرف. بالعكس، هو راجل مدرب منتخب مصر عايز حارس منتخب مصر يكون في احسن صوره، لان ده هيفيده وهيفيد المنتخب وهيفيده هو بشكل شخصي. شايف من وجهه نظرك ان الفتره الجايه في مركز حراسه المرمى تمتلك حارس واثنين وثلاثه، ولا الموضوع في ازمه؟ لا، مفيش ازمه خالص، بالعكس. واكبر دليل الماتش اللي فات لما محمد الشناوي اتعور، واتمنى له يا رب يرجع بألف سلامه وباقصى سرعه. محمد ابو جبل لعب وقدم مباراه كويسه وما حسيناش ان في مشكله. فاعتقد ان الامور مستقره بالنسبه لمركز حراسه المرمى في منتخب مصر. في جوان كتير مميزه وتقدر تتحمل المسؤوليه. انما في حته برضو لازم الناس تبقى عارفاها، ان اللعب على المستوى الدولي غير المستوى المحلي. واحنا عندنا حراس
مميزين، والماتشات الدوليه هي اللي بتبين مين الحارس اللي يقدر يبقى مميز دولي ومحلي، ومين الحارس اللي ممكن يبقى مميز دوليا فقط ومحليا اكيد. بس في يعني انت فاهم ان في لعيبه، اللعيبه كرايتيريا معينه، في لعيب يبقى محلي كويس بس تحت الضغط الدولي ممكن ما تلاقوش، بس ما اعتقدش ان ده موجود في مركز حراسه المرمى في المنتخب. يعني هل ما زالت احلام الارقام او لغه الارقام بالنسبه لشريف موجوده، وموجوده قد ايه؟ وهل بيحلم بعد الكوره هيحصل ايه، ولا لسه ما زال شريف في حلم بكره كوره وبعد كوره وبعد كوره؟ بالظبط كده، انا لا لغه الارقام في دماغي خالص. انا يعني بالنسبه لي انا بحب الكوره ومستمتع جدا بيها ومستمتع جدا في نادي بيراميدز، وبروح كل يوم بستمتع بتمريني، بنزل الماتش بحاول ان انا ادي احسن اداء واستمتع مع زمايلي ونحاول ان احنا نحقق هدف نوصل لابعد نقطه في كل البطولات ونتنافس الى ابعد نقطه. يعني ما بفكرش ايه هو بعد الكوره ايه اللي هيحصل، لان انا دلوقتي يعني شغفي للكوره ما قلش، فانا طول ما انا موجود في الملعب احاول استمتع. كل ما هو بعد الكوره انا سايبه لوقته، يعني لان هيبقى عندنا وقت طويل نقعد ونتكلم ونرتب اوراقنا بعد عمر بقى ايه الاخبار هعمل ايه والكلام ده كله. انما دلوقتي انا مركز بس في حياتي، في تمريني، في اكلي، في نومي، ان انا ابقى لعيب كوره فقط لا غير. ده بيشغلني الارقام، بيشغلني بس فرقتي وازاي اساعد فرقتي على قد ما اقدر بحيث ان احنا المكان يبقى في انجح صوره ليه. يعني شايف الدوري السنه دي ازاي يا شريف؟ يعني دايما الدوري بتبقى فريق اتنين، اهلي زمالك داخل بيراميدز، لا السنه دي في كيانات كبيره جدا داخله وعامله انتدابات قويه جدا جدا، وكل واحد عنده احلام وطموحات. اول سنه في الدوري المصري يبقى فيه 7 8 9 10 فرق جامدين جدا. اعتقد ان الدوري السنه دي هيبقى تنافسي بشكل اعنف بكتير من السنين اللي فاتت، لان زي ما انت قلت في كيانات كتير دخلت ودعمت يعني فرقها بشكل فعال جدا ولاعيبها هتضيف جدا للدوري. اللي هيفرق فرقه، مفيش فروقات كبيره دلوقتي يا سيف بين اللعيبه، انما الفروق دلوقتي بتبقى في فكر اللعيبه، مين اللعيب اللي هيبقى محترف في فكره على يعني لاطول فتره ممكنه، مين الفرقه اللي كل ماتش بتنزل بتبقى عندها هدف معين، الفرقه اللي ما بتريحش، الفرقه اللي نفسها طويل. انا بكلمك طبعا بعيدا عن الاهلي والزمالك، الانديه اللي متعوده على التنافس على البطولات. انا بكلمك على بقيه الفرق والكيانات الثانيه، اللي هيظهر باحسن صوره هي الفرق اللي هيبقى عندها استمراريه وازاي تقدر تركز في كل مباراه ان هي تظهر باحسن صوره وحالتها في كل مباراه تبقى عامله ازاي، وده اللي احنا بنحاول نعمله السنه دي في بيراميدز، خصوصا ان احنا السنه اللي فاتت احنا نهينا موسم يعني شكلا نهينا الثالث في الدوري وصلنا سيمي فاينل افريقيا. الشكل ما فيهوش حاجه سيئه، انما احنا بالنسبه لنا على ما بيننا وما بين بعض لا ما كناش نحب ان الموسم يبان بالشكل ده، وكان يعني كان ممكن نوصل نظهر بشكل احسن من كده، وده اللي احنا السنه دي يعني متفقين عليه واتكلمنا فيه ومتعهدين عليه، ان احنا السنه دي لازم يبقى عندنا هدف ودافع ان احنا نظهر بصوره احسن بكتير قوي قوي من السنه اللي فاتت، حتى صوره تليق بشكل النادي، نادي بيراميدز نادي من الثلاثه الكبار في مصر، واللعيبه اللي موجوده لعيبه عندها امكانيات كبيره. فلازم الصوره اللي احنا نظهر بيها صوره تليق بكل الاطراف المنظومه. هنا عايز اسالك سؤال مهم، انت الوحيد اللي تقدر ترد عليه. دايما الناس بتقول ليه انا الوحيد؟ هقول لك انت الوحيد ليه؟ ما تستعجلش على رزقك، اصبر وتاخد حاجه كويسه ما تقلقش. انت الوحيد لان انت صاحب خبرات كبيره وممكن يكون ليك خبرات في الانديه اللي انا هتكلم عليها دي او بعض الانديه اللي انا هتكلم عليها. دايما الناس بتقول، كل الناس بتقول بيراميدز فريق كبير جدا وممكن يبقى عنده انتدابات كمان كبيره السنه دي. بعض الناس تقول مهما زاد قبل حتى دخول الكيانات الكبيره اللي دخلت، مهما زاد قوه بيراميدز صعب ان هو ينافس على دوري او ياخد دوري في وجود الاهلي والزمالك، لان دي انديه ليها تاريخ كبير. هل انت صاحب نظريه صعب وصاحب نظريه ان اكيد في فروقات ما بين الاهلي والزمالك حتى مكان في غياب الجمهور، ولا انت شايف ان لا الكوره صناعه وطالما في صفقات يبقى تقدر تنافس عادي على الدوري؟ لا انا صاحب نظريه ان البطوله مش اللي بيجيبها لعيبه بس. ان البطوله دي بتبقى مكافاه لمنظومه كامله. تمام. والنادي الاهلي اولا لانه صاحب النصيب الاكبر من البطولات، يعني نادي الزمالك هي منظومه متعوده على البطولات. فاي كيان تاني عايز ينافس لازم هيبذل مجهود مضاعف، لان اولا انت ما عندكش جمهور، فطبيعي ان انت ما عندكش الدافع او الدرع او السيف اللي هو بيدافع عن النادي وفي نفس الوقت بيحاسب اللعيبه لو اي حصل تقصير. فده لازم يعني يتطلب ان اللعيبه يبقى عندها فكر احترافي قوي جدا جدا،
وان اللعب على البطوله ده اهم من اي حاجه، اهم من الاشخاص، واهم من الفلوس، واهم من اي حاجه، لان ده حاجه ادبيه هي اللي بتعمل للاعيب الكوره قيمه، مش اي حاجه ثانيه، مش اي حاجه بتعمل للاعيب الكوره قيمه غير البطوله. تمام. بس في ده عشان يوصل لكل اللعيبه ويبقى حاجه يعني في معتقداتهم، ويبقى هو ده الهدف اللي قدامهم كل مباراه، ده ما بيجيش في يوم وليله. وده كان السبب اللي نادي بيراميدز السنه اللي فاتت ابتدى يجيب لعيبه عندها خلفيه البطولات، وقدر حققت بطولات قبل كده عشان تقدر ان هي تنقل الفكر ده للعيبه. وكل واحد فينا بيقوم بالدور بتاعه وفي حدوده. الاداره ليها دور، والجهاز الفني ليه دور، واللعيبه ليه دور، واللعيبه ليها دور. فاحنا بنحاول كلعيبه، انا بتكلم عن نفسي عشان انا لعيب، ان احنا نحاول ان احنا يبقى هو ده هدفنا السنه دي، ان احنا ازاي تحول نظره اللعيب من المباراه ان هي مباراه بتعدي الى ان هي خطوه انت بتاخدها عشان تحقق هدف ممكن ينقلك انت شخصيا ويغير قيمتك انت كلعيب. بس فالكلام ده ما بيجيش بسهوله، وعندك من النماذج كتير. يعني انت عندك مثلا، مش هقول لك في مصر، اقول لك مثلا في اوروبا، لان هو ده المثل اللي احنا بنبص عليه. يعني في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والانديه اللي كلها ابتدت تضخ وتستثمر، ما حققتش بطوله في اول سنه او ثاني سنه، وباريس سان جيرمان بقاله فتره عايز ياخد مثلا دوري ابطال ولسه برده مش عارف، لان برده الموضوع مش بس مجرد انتدابات لعيبه، لا ده هو بيبقى منظومه كامله، ويبقى فكر معين لازم يبقى موجود في المكان كله، وكونسيست استمراريه، بحيث ان اللعيب يقدر ان هو دايما. معنى كلامك يا شريف ان بيراميدز يحتاج مزيد من الوقت؟ لا، الله اعلم، على حسب الاستجابه وعلى حسب البصمات هتبان ازاي، وعلى حسب طبعا كل المنظومه كلها والفكر بتاعها. انما انا يعني مش من هواة الاستعجال، او ان انا خلي بالك برضه سيف، هقول لك على حاجه، التوقعات الكبيره قوي اللي حصلت هي ما حصلتش من بيراميدز على قد هي ما جت من الاعلام بشكل عام، الاعلام الرياضي، ان هو شايف ان الصفقات دي جت يبقى بيراميدز ثاني سنه هيبقى موجود هياخد بطوله. وانا كنت طلعت قلت الكلام ده السنه اللي فاتت، قلت الكلام ده ما بيحصلش في يوم وليله. احنا لازم يبقى عندنا هدوء شويه وموضوعيه في التفكير، ونبص على النماذج المفروض اللي هي سابقانا بكتير في اوروبا، ونشوف ان البطوله مش سهله انها تيجي، ومش مجرد بس احنا ما بنلعبش بلاي ستيشن، يعني بنجيب لعيب هنا ولعيب هنا ولعيب هنا وبننزل نحقق بطوله، لا الموضوع مش كده. خصوصا ان انت عندك برضو انديه كبيره جدا زي نادي الاهلي وزي نادي الزمالك متعودين على البطولات، فانك تنافسهم ده الموضوع هيتطلب مجهود مضاعف، ويتطلب شغل قوي جدا جدا من اول الموسم لحد اخر الموسم، لان انت عارف البطولات هي الفرق اللي نفسها طويل. صح. فدي برضو كل المفاهيم دي عشان تبقى تترسخ في نادي او تترسخ في فريق لازم هتاخد وقت. صح. بس فاحنا كلنا تفاؤل السنه دي، وكلنا يعني عندنا دوافع، والجهاز الفني يعني انا متفائل بيه جدا، جهاز برضو عنده نفس المقومات وعنده نفس الهدف، وبتمنى ان شاء الله ان السنه دي تبقى بيراميدز يظهر بشكل مختلف، ويكون ليا دور مع زمايلي ومع فريقي ان احنا نوصل لابعد نقطه في كل البطولات اللي هنشارك فيها. شريف، اتمنى لك كل التوفيق، ودايما يعني الف مبروك على اي رقم، والف مبروك النهارده على اللقاء، واتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليك والبيراميدز في اللي جاي. اشكرك يا سيف، الله يبارك فيك. وقبل ما اقفل بس عايز برضو اشكر نادي بيراميدز، لان لولا الخطوه دي انا ما كانش هيتاح لي فرصه ان انا العب ال 12 ماتش دول، ان انا اوصل للرقم ده. وبشكر طبعا شكر كبير جدا من قلبي لبيتي النادي الاهلي، اللي انا لعبت وتشرفت ان انا لبست التيشيرت وحاربت معاه باكثر من 90%، لعبت 88 مباراه، وهي اعتقد ان هي 90% من مشوار الافريقي مع النادي الاهلي. صح. فما اقدرش اقفل قبل ما اشكر نادي بيراميدز والنادي الاهلي طبعا. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا، اتمنى لك يا رب كل التوفيق. شريف اكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز في حديث الحقيقه طويل جدا ورقم جديد بيحققه، ونتمنى له كل التوفيق.